في مدرسة عطاء بن أبي رباح المتوسطة بالقضيب. هذه المرة تكريم مختلف لطلاب متميزين حققوا انضباطا في الدوام المدرسي طيلة الفصلين الدراسيين الأول والثاني، ولا زالوا منضبطين في هذا الفصل الدراسي الثالث، ولا شك أن التزام الطالب بالدوام المدرسي يضمن له إتقان المهارات الدراسية المطلوبة. أما الذين تأيدهم الغياب بمناسبة أو من دون مناسبة فإنهم يفوتون على أنفسهم مهارات دراسية هم بحاجة إليها في مستقبلهم القادم. ومن هنا فإن مدير المدرسة الأستاذ زكريا عيسى ولجنة الإرشاد الأستاذ محمد التمستاني والأستاذ مدير الضامن يؤكدون على أهمية الحضور في الدوام المدرسي من بدايته إلى نهايته. هذه الكوكبة التي تميزت تستحق كل إشادة وتكريم. ولا زال طلاب الصف الأول المتوسط متميزين في انضباطهم المدرسي.